وتفتكر انه ده ممكن يكتر اكتر من النشر الالكتروني؟ لانه انا النهارده لو عندي مشاكل في الورق وعندي تكلفه عاليه وعندي عدد قليل في دور النشر، طب ما انا طبيعي طبعا هتجه للالكتروني. انا عايز اقول لحضرتك ان يعني احد اوجه ان اللي حضرتك بتقوليه ده مظبوط، ان منصه مواقع القرصنه نفسها تلاقي الكتاب عامل بال 50,000 داونلود 60,000 داونلود. مش كل اللي هم قرصنوا الكتب دي عملوا ده لان الكتاب غالي او لان هم عايزين يقرصنوا، لا هم ما عندهمش وسائل اخرى متاحه. انا لازم ادي لهم وسائل اخرى ابداعيه، بتدي لهم الكتاب بشكل الكتروني او ورقي بتكلفه زهيده بشكل يقدروا يوصلوا له ليه في اقرب وقت او في اي وقت. ده مهم جدا. عايزه اسال حضرتك كمان سؤال تاني يا استاذ محمد، والحقيقه انه احيانا البعض يلجا للكتابه الالكترونيه او للنشر الالكتروني، لانه النشر الالكتروني كمان ما بيكونش عليه محاذير، ما بيكونش عليه يمكن شكل من اشكال الرقابه، ويمكن ده بيسهل على الكتاب الشباب او حتى غير الشباب ان هو يكتب في اي حاجه من غير محاسبه، من غير مراجعه، من غير اي حاجه تكون رقيبه عليه باي شكل من الاشكال. انا عايز اقول لحضرتك ان اي منصه احترافيه لازم بتحط قواعد. هل انت ينفعي النهارده تحطي على تويتر او على فيسبوك بوست في كلام خادش او غير أكيد قانوني؟ لا. او اكيد لا. في مراجعه، وفي مراجعه الكترونيه، وفي تكنولوجي. برضو منصات النشر الالكتروني حاطه محددات، حتى قواعد لده طبعا. ان الكتابه دي اصليه، محدش سارق محتوى وحطه باسمه، ان مفيش حاجه تحطني انا والكاتب ده تحت طائله القانون زي السب والقذف والتشهير. بالزبط. ان الكتابه دي مكتوبه بشكل بروفيشنال، محدش يجي يكتب لي استخدام الالفاظ، المواضيع اللي بيتكلموا فيها. احيانا بيكون في كمان تواصل بشكل ممكن يكون غير لائق ما بين مثلا الكاتب وما بين القراء، فاعتقد انه ده كمان لازم يكون عليه بعض الرقابه. يعني عليه محاذير يا فندم. انا المنصه اللي انا بشرف بتاسيسها الكاتب بيقدم الكتاب بيستغرق الاول 72 ساعه. كويس. بنبص على الكتاب وعلى كل كلمه فيه وحرف فيه عشان نتاكد ان هو يعني بيوافي الشروط والاحكام اللي احنا حاطينها. انما عايز اقول برضو المنصات الالكترونيه مديه سبيس اوسع الحقيقه، يعني مساحه اوسع للتجديد وللابداع. بالظبط كده. انما المحاذير لازم تبقى محاذير، والا طبعا تبقى فوضى. بالظبط. انا بشكرك على وجودك معانا، وان شاء الله المره اللي جايه تنورنا في الاستوديو استاذ محمد باذن الله. شكرا. بشكر الناشر استاذ محمد جمال، نورتنا طبعا.